أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رئيس جمهورية تاتارستان الروسية، وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن الجانبين سيناقشان تعزيز التعاون المشترك ودعم العلاقات الثنائية لا سيما الصناعية والتجارية بين الجانبين. توجه رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لحضور مؤتمر رؤساء أركان الدول المشاركة في الحرب على المنظمات المتطرفة، ويناقش المؤتمر عددا من الملفات والموضوعات المرتبطة بتنسيق الجهود الرامية للقضاء على الإرهاب ومجابهة التهديدات والتحديات التي تستهدف الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. كما يجري فريق فريد خلال زيارة لقاء ثنائيا مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية يستهدف دعم علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة للبلدين. قال قائد القوات الجوية الفريق محمد عباس إن القوات الجوية تمارس مهامها بكل عزيمة دفاعا عن سماء مصر وردعا لأي عدوان على مجالها الجوي ومياهها الإقليمية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة الاحتفال بعيد القوات الجوية والذي يوافق 14 من أكتوبر من كل عام في ذكرى معركة المنصورة الجوية خلال حرب أكتوبر المجيدة عام 1973. أمن سماء مصر قبل كل شيء، هذه عقيدتهم. في ساحة القتال لا يتمنى العدو أبدا أن يلتقي بهم، وفي أعين المصريين يبعثون الفخر والعزة حينما يرونهم في سماء مصر. القوات الجوية المصرية معانق السماء. أكد الفريق محمد عباس قائد القوات الجوية أن القوات الجوية تمارس مهامها بكل عزيمة وإصرار دفاعا عن سماء مصر وردعا لأي عدوان على مجالها الجوي ومياهها الإقليمية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة الاحتفال بعيد القوات الجوية والذي يوافق 14 من أكتوبر من كل عام في ذكرى معركة المنصورة الجوية خلال حرب أكتوبر المجيدة عام 1973. حرب أكتوبر المجيدة تعد إنجازا وإعجازا ظلت وستظل مبعث فخر واعتزاز، حيث عاد بفضل من الله وتوفيقه لقواتنا المسلحة وللأمة المصرية والعربية عزتها وكرامتها. وإذ نلتقي بكم في هذه الأيام من كل عام لنحتفل معا بأحد الأيام الخالدة في عمر الوطن، وهو يوم 14 من أكتوبر لعام 1973، يوم يعتز ويفخر به رجال القوات الجوية ويستدعي فيه سجلا حافلا مشرفا. ذلك اليوم الذي ظن فيه العدو أن بإمكانه أن يصول ويجول في سمائنا الغالية، فحدث ما لم يدر بخلده، حيث كان الرد عنيفا ومزلزلا. فكانت معركة المنصورة التي لقنت العدو وعظم الدروس رغم التفوق العددي والنوعي لطائراته، حين قام نسور الجو وتوظيف أمثل لما لديهم من إمكانيات بالاشتباك في معركة جوية مع طائرات العدو لأكثر من 50 دقيقة، ولتكون هي الأطول في تاريخ الحروب الحديثة وباشتراك أكثر من 150 طائرة من الجانبين. مؤكدا أن الدعم الذي توليه القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة يستهدف تطوير وتحديث قدراتها من نظم وأساليب للقتال الجوي، وبتوجيهات من القيادة السياسية مبدأ التنوع في مصادر التسليح، فشهدت كافة الأفرع الرئيسية ومنها القوات الجوية طفرة في منظومات التسليح بانضمام العديد من الطائرات الحديثة ولتواكب أحدث ما في الترسانة العالمية. وليبقى للقوات المسلحة المصرية بفضل من الله قوات جوية قادرة على الوصول لأبعد مدى لمجابهة ما يهدد أمن ومقدرات الشعب المصري.
وبالتزامن مع ما يتم من تطوير لإمكانيات القوات الجوية وما يتطلبه من جهود جميع أبنائها، تستمر القوات الجوية بالاشتراك مع باقي أسلحة القوات المسلحة في القيام بواجبها تجاه مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود على مدار الساعة. مؤكدا وصول كافة التشكيلات الجوية إلى أعلى درجات الاستعداد والكفاءة القتالية التي تمكنها من تنفيذ كافة الأنشطة والالتزامات المخططة والغير مخططة التي تسند إليها تحت مختلف الظروف في ظل ما تنفذه القوات المسلحة من مهام غير مسبوقة لاقتلاع جذور الإرهاب وتأمين حدود الدولة والمشاركة في خدمة المجتمع المصري. وصلت القوات المسلحة المصرية والسعودية تنفيذ التدريب المشترك تبوك 4 بمشاركة القوات البرية لكلا البلدين الذي تجرى فعالياته في المنطقة الجنوبية العسكرية. بدأت الفعاليات بعقد العديد من المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم والتعرف على خبرات القتالية لدى الجانبين وتنفيذ العديد من الأنشطة العملية تم التخطيط والإعداد لها. وصلت القوات المسلحة المصرية والسعودية تنفيذ التدريب المشترك تبوك 4 بمشاركة القوات البرية لكلا البلدين والذي تجرى فعالياته بالمنطقة الجنوبية العسكرية. بدأت الفعاليات بعقد العديد من المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم والتعرف على الخبرات القتالية لدى الجانبين وتنفيذ العديد من الأنشطة العملية تم التخطيط والإعداد لها مسبقا. ونفذت القوات المشاركة العديد من التمارين القتالية خلال مراحل التدريب الأساسية، حيث قامت القوات بتنفيذ عدد من طوابير التدريب التكتيكية والرمايات باستخدام الأسلحة الخفيفة والتي أظهرت مدى الكفاءة والمهارة والتجانس الذي تتمتع به القوتان أثناء تنفيذ التدريبات. وأكدت المرحلة الأولية للتدريب تميز العناصر المشاركة لدرجة أظهرت مدى ما وصلت إليه من مستوى راق ومنتظم خلال تنفيذها لمختلف الأعمال القتالية، بما يعكس مدى ما تمتلكه القوات المسلحة لكلا الدولتين من إمكانات بشرية وفنية واستعداد قتالي عال لمجابهة أي مخاطر قد تواجه المنطقة وتهدد أمن واستقرار الدولتين الشقيقتين. يلتقي وزير الخارجية سامح شكري اليوم مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستير بيرت، ومن المقرر أن يبحث الطرفان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والقضايا الملحة في المنطقة. كما سيستقبل وزير الخارجية سامح شكري المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة لبحث آخر التطورات العملية السياسية في ليبيا والاطلاع على جهود الأمم المتحدة في سبيل كتابة دستور جديد للبلاد يتم على إثره إجراء انتخابات جديدة تهدف لتوحيد المؤسسات الليبية. وفي شان آخر، أكد وزير الخارجية سامح شكري أن حل الأزمة القطرية يتوقف على ابتعاد الدوحة عن السياسة التي تنتهجها استجابة لمطالب الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب. وأشار شكري في لقاء خاص مع قناة روسيا اليوم أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بلغ 6.5 مليار دولار، مضيفا أن زيارة الرئيس السيسي إلى روسيا تأتي للتنسيق والتشاور الدولي بين البلدين، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الروسية متطورة وأسهمت في مواجهة أزمات المنطقة. تأتي في إطار الاهتمام المتبادل من القيادتين للتنسيق والتشاور الدوري فيما بينهما، وتقريبا كان هناك لقاء سنوي جمع الرئيسين منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة البلاد في 2014. العلاقات الثنائية بالتأكيد سوف تتصدر المشاورات بين البلدين. هناك تطور في هذا
إطار متصل بالتوقيع على اتفاقيات خلال الفترة الماضية في إطار إقامة المنطقة الصناعية في شرق قناة بورسعيد ومنطقة محور قناة السويس، وأيضا تنفيذ الاتفاق الضبع بإقامة محطة الطاقة النووية، والعمل على توسيع رقعة التبادل التجاري فيما بين البلدين. حجم التبادل التجاري قد وصل إلى حجم لا بأس به 6.5 مليار دولار أمريكي، وعلينا أن نعمل على تضييق الفجوة في الميزان التجاري بين البلدين، بالتأكيد أنه مزيد من التعاون في هذا الصدد، وأيضا الاستفادة من القدرات الروسية في عديد من الصناعات الثقيلة. وعن الأزمة في اليمن قال شكري إن مصر تدعم المرجعيات الدولية الثلاث لحل السياسي في اليمن وتقف مع الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، وأشار إلى أن مصر معنية بالحفاظ على حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر. التحالف العربي يقوم بعمل جليل فيما يتعلق بدعم الشرعية ويستمر في جهوده، ولكن هذا لا يمنع التركيز أيضا على دعم المبعوث الأممي ومحاولة التوصل إلى حل سياسي إذا ما كانت هناك إرادة سياسية لدى الطرف المناوئ والخارج عن الشرعية للوصول إلى هذا التوافق والاتفاق. هذا الوضع بالتأكيد يتطلب مزيد من الجهود، مزيد من التنسيق، ومزيد من الإرادة على مستوى الدولي للوصول إلى حل يعفي الشعب اليمني من ويلات الحرب والتدمير ويؤدي إلى استعادة الشرعية وفقا للمقررات الدولية. لنا اهتمام طبعا بتأمين البحر الأحمر ووجود الملاحة الدولية بدون أي إعاقة في مضيق باب المندب، ومصر لها مشاركتها في التحالف الدولي بما يتوافق مع توزيع الأدوار والقدرات، ونستمر في السعي لتحقيق الحل السياسي للأزمة اليمنية. وفيما يتعلق بالأزمة الليبية قال شكري إن مصر تسعى لتطبيق الكامل للاتفاق السياسي والخطط الأممية في ليبيا. الوقت الراهن فيه كثير من المخاطر نظرا لانتشار عديد من التنظيمات الإرهابية على الأراضي الليبية. في نفس الوقت ما نسعى إليه هو التنفيذ الكامل للاتفاق السياسي والخطة التي وضعها المبعوث الأممي بما يحقق استعادة المؤسسات الدولة الليبية لقدرتها على إدارة شؤون البلاد، تحقيق الأمن والاستقرار، الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الليبي، والحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا والقضاء الكامل على الإرهاب. هذه الأمور حتى الآن واجهت كثير من الصعاب نظرا لاختلافات الرؤى بين الأطراف السياسية، ومصر بذلت وتبذل جهود كبيرة بالتواصل مع المجلس الرئاسي، مع مجلس النواب، مع كل العناصر التي تدعم العناصر السياسية التي تدعم الاتفاق السياسي لتقريب وجهات النظر والوصول إلى توافق فيما بينها يعزز من القدرة على صياغة ما يوفي بإرادة الشعب الليبي من خلال عقد انتخابات تشريعية ورئاسية والوصول إلى مؤسسات دولة قادرة على الحفاظ على مستقبل البلاد. شارك رئيس مجلس النواب علي عبد العال في الاجتماع التشاوري للمجموعة العربية على هامش اجتماعات الجمعية 139 للاتحاد البرلماني الدولي والتي تعقد حاليا في جنيف. تم خلال الاجتماع دعم من بين الطرفين المقدمين من كل من الأردن والكويت حول موضوع قطع المساعدات عن منظمة الأونروا وتداعياته الإنسانية على الشعب الفلسطيني وعلى القضية الفلسطينية ككل. وعلى هامش الاجتماع التقى عبد العال مع وفد مجلس النواب العراقي ورئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، وتناول في اللقاءين العلاقات الثنائية بين البلدين.
نظم مجلس الشباب المصري بجنوب سيناء احتفالية اليوم المصري الاندونيسي بمدينة شرم الشيخ. يأتي هذا الحفل في إطار التبادل الثقافي وتوفيق العلاقات بين البلدين، إضافة إلى تنشيط السياحة في مدينة شرم الشيخ. وقيم خلال الحفل عدد من العروض الفنية التراثية والثقافية الاندونيسية والمصرية. وكشف محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة عن البدء في مباحثات لتوقيع التوأمة بين مدينة شرم الشيخ وكوزربال السياحية في اندونيسيا لجذب السائحين لمصر. اندونيسيا شريكة لمصر من زمان في دول عدم الانحياز، وكان زعيمها احمد سكارنو صديق للزعيم الكبير بتاعنا جمال عبد الناصر. شعب اندونيسي شعب رائع وشعب جميل، واحنا بنحبه، ولذلك احنا فاتحين ازرعنا وبنستقبله ومستقبلناهم في مدينه شرم الشيخ. وانت شايفه طبعا الاعداد الغفيره اللي حاضره معانا النهارده، ده حبا للفرق الاندونيسيه والشعب الاندونيسي. كل الشكر والتقدير مع الجانب الاندونيسي. وانا تفتحت مع السفير، جه زارني في المكتب، فتحت معاه فكره ان احنا نعمل توامه وتاخي بين شرم الشيخ وبين مدينه بالي السياحيه الرائعه اللي موجوده في اندونيسيا. وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة استهدفت دائرة مركز شرطة قليوب لضبط كافة صور الخروج عن القانون وتجار ومتعاطي المواد المخدرة. بهدف فرض الانضباط وسيادة القانون وضبط الخارجين عنه، فقد شنت مديرية أمن القليوبية حملة مكبرة استهدفت مركز شرطة قليوب، نجحت خلالها في ضبط ثلاثة تخصصوا في ارتكاب وقائع تجميع وتهريب المواد البترولية المدعمة داخل خزانات وفناطيس، وتم ضبط طنين من البنزين وتسعة أطنان من وقود الطائرات، كما تم ضبط مخزن يحتوي على مواد بترولية بداخله طن ونصف سولار وطن بنزين. الحملة تمكنت من ضبط متهم بحوزة سيارة من تحصيلات السرقة بالإكراه وسلاح ناري، ونجحت في ضبط ثلاث قضايا مخدرات وعدد من المتهمين بحوزة أسلحة نارية ومطلوب التنفيذ عليهم في أحكام قضائية. وعاطل يقوم بتزوير المحررات الرسمية وترويجها على عملائه. واستهدفت الحملة أيضا إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتمكنت من تأمين تنفيذ 24 قرار بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة. نجحت قوات الأمن في وزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابي تخصص في الإيجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة، وبحوزتهم 6 قطع أسلحة نارية و5 كيلوغرام من مخدر البانجو. مديرية أمن أسوان نجحت في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في الاتجار في الأسلحة النارية والمواد المخدرة بنطاق مركز شرطة كومومبو، وبحوزتهم أسلحة نارية متنوعة منها 3 بنادق آلية وكمية من مخدري البانجو والهيروين بقصد الاتجار. قال الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي ان مخرجات الحوار الوطني الشامل هي المخرج الوحيد لمستقبل وامن ونضالات الشعب اليمني. وفي كلمته بمناسبه الذكرى 55 لثوره 14 من اكتوبر، قال ان العراقيل التي وضعت امام اتمام الحوار الوطني وافشال المبادره الخليجيه لصالح اجندات ايران في المنطقه. انني اناشدكم بان مخرجات الحوار الوطني هي المخرج الوحيد لمستقبلكم وأمنكم ونضالكم، لأن الشعب اليمني لن يستطيع أن يبني أمن واستقرار بدون ما تكون كل شريحة في المجتمع أن تحصل على حقها. أن المركزية المقيتة الذي كانت في صنعاء هي من شطر ومزق اليمن شماله وجنوبه، أن هذه المركزية لن أسمح بعودتها، أكرر لن أسمح بعودتها، وإننا اتفقنا في الحوار الوطني على بناء اليمن الجديد. بناء اليمن الجديد من 6 أقاليم، وإننا نسير على هذا الطريق. هذا الطريق هو العاد. لقد تحملنا المسؤولية لكي لا نخلي الشعب اليمني يقتاد وفقا لخطة الأيران. أيران يريد أن يبني الأمبراطورية الفارسية. وصل وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري إلى سوريا في زيارة رسمية تستمر يومين. وقالت الخارجية العراقية في بيان لها أن الجعفري سيلتقي الرئيس السوري بشار الأسد وعددا من كبار المسؤولين السوريين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية وبحث الأوضاع الأمنية
إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. أعلن قائد العمليات الخاصة الثانية في محافظة كركوك العراقية عن اعتقال منفذ تفجير السيارة المفخخة في المحافظة، وكان المركز الإعلامي الأمني قد أعلن في وقت سابق عن إصابة 8 أشخاص جروح أثر انفجار سيارة مفخخة وسط كركوك. شاركت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي صحر نصر في اجتماع المجموعة العربية بالبنك الدولي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مدينة بالي الاندونيسية. وأكدت الوزيرة أهمية زيادة دعم البنك للقطاع الخاص وتشجيع الابتكار في المنطقة العربية، داعية مؤسسة التمويل الدولية إلى ضخ المزيد من استثمارات القطاع الخاص ودعم التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة. وأشارت نصر إلى أن رئيس السيسي يضع أولوية للاستثمار في العنصر البشري. بجانبه أشاد رئيس مجموعة البنك الدولي بالجهود المصرية في مجال ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة، مشيرا إلى أن مصر تعد من الدول الرائدة في هذا المجال. خفض صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر حديثا حول آفاق الاقتصاد العالمي توقعاته لنمو لعامي 2018-2019 بسبب التوترات في مجال السياسة التجارية وفرض تعريفات جمركية على الواردات أثرت سلبا على الهجرة، فيما أبدى الصندوق تفاؤله حيال النمو الاقتصادي المصري. مزيد في العرض التالي. قد وصلنا إلى نهاية هذه الجولة، وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا extranews.tv. إلى اللقاء.